كبير اللوز بهلا. انا فرحان بهذه المشاركه ديالي، انا جيت متحمس لان كنت من اول مؤسس المهرجان، والحمد لله بالفضل ديال الله وهذا المهرجان حنا كنا كنديروا عوتر وحده، الحمد لله دزت التلفازه دزت ثلاث لوطارات، واليوم انا ثاني اليوم باش نشارك في هذا المهرجان في الدوره التاسعه بثلاث لوطارات. ورجع لهاد الناس، رجع من الفضل لان الجمعيه غدا مزيان مراجع عهد وطني الحمد لله اللهم لك الحمد. وتزادوا عاد معايا في المجموعه شباب استاذ دراري كاع شباب، بغينا باش نحتفظوا على التراث ديال البهاله اللي هو مورود ديالنا باش ما يضيعش. كنتمنى من الله ان شاء الله، وشكرا الله يبارك فيك. عبد الله الشخص، رئيس جمعية المغرب العميق لحماية التراث اللي كتنظم المهرجان الوطني للوطار إيقاعات المغرب. فهذا المهرجان اللي كتشرف هذه الجمعية بخلقه وتنظيمه مع مجموعة من الشركاء والداعمين اللي على رأسهم جهات الدار البيضاء ستات ووزارة الثقافة وجماعة ستات. فيما يتعلق بالنسبة للدورة التاسعة من هذا المهرجان، فقد تميزت أولا بتكريم أحد الأشياخ ديال اللوطار وديال العيطة، الشيخ جمال الدين الزرهوني، كما أن هذه الدورة عرفت مشاركة متميزة للطرب الحساني، يعني من أقاليمنا الجنوبية، ومشاركة ابن الفنان الكبير المرحوم محمد رويشة الذي أعطى الكثير للوطار، وهو الذي أضاف الوتر الرابع للوتار المغربي. هذا الوتر اللي هو آلة مغربية أصيلة صنعا وابتكارا، وشكرا. أرض الشوية المعطاء في كل الميادين الثقافية والفكرية والتراثية، فمنطقة الشوية غنية. نقدموا أفضل تحية وشكر لجمعية المغرب العميق والرئيس ديالها سيدي عبد الله الشخص والأعضاء والمنخرطين، الناس اللي كيناضلوا من اجل هذا التراث المغرب العميق. جاد به الله على الفنانه، احيوا الوتار وردوا الامجاد ديالو. بالنسبه لينا حنا كمجموعه اخوان البصير، كنتمناو لجمعيه المغرب العميق كل سنه وهي بخير، ونتمناو من المسؤولين الثقافيين يدعموها لان جمعيه من اجل التراث، وشكرا. كيجيك التجاوب ديال الجمهور؟ والجمهور ستات يتمناو ليكون الخير، لان جمهور راقي وكيحب الفن الشعبي التراثي الوطني، تمناو ليهم كل الخير وشكرا.